كله صعب شوية ان هي تبقى انتي شايفة يا شيرين ايه؟ لا تكون هي عدت التجربة، يعني تكون منفصلة، تكون أرملة، يعني لكن تكون بنت سبق لها صعب. الجواز قبل اه طبعا كده اه طبعا لكن وشافت بنت صعب مسؤولية جدا ان هي تخوض تجربة زي كده، ادخل واربي ولاد وانا لسه في مقتبل العمر زي ما بيتقال، يعني لسه في بداية حياتي، فمش مش هبتدي حياتي بان انا اقعد اربي اولاد. ساعات لا المجتمع كمان يقول لها لو هي موافقة يقولها طب ليه تتجوزي بالظبط راجل متجوز، طب ما تبتدي مع حد بيبتدي معاكي وتبقى تجاربكم انتوا الاتنين فريش مع بعض كده وتعرفوا الدنيا سوا. يعني ساعات المجتمع برضه هو اللي بيرفض ده، يعني هو المجتمع دايما بيرفض حاجات كتير قوي. تحس اننا يا مجتمع يعني ليه كده يا المجتمع دايما مجتمع. بيرفض حاجات كتير. لكن في ممكن بنت توافق ده، ممكن ممكن انت شايفه ايه يا نهى، ان ممكن في بنات نماذج انا شفتها ما اوريدي اتجوزتش قبل ما كده؟ اتجوزتش قبل كده ووافقت. في بنات بتحسبها اللي هو انا سني هيكبر فاتجوز وخلاص، في ناس دي فكرتها. في واحده اوكي ليه لا، يعني ما فيش مشكله وخلاص واهلي موافقين او ضد او خلاص هي بتحبه قوي فماشي مش مشكله انا موافقه على الموضوع ده تمام. في بنات بقى دلوقتي الجيل الجديد ده للاسف طالع اللي هو انا ايه اخده بقى من مراته، فاهمه؟ لو انا ابقى انا الست دلوقتي انا اللي كده، فاهمه؟ وبيحصل نماذج للاسف كتير كده. بس طيب معانا برضو على التليفون الخطبة عبير حسن، هناخد برضو رأيها لأنه أكيد هي بتتعامل في الموضوع ده كتير. ألو يا عبير. ايوه يا فندم، اهلا أهلا وسهلا. بيكي اهلا وسهلا، وحشتيني، إزيك؟ شرفتوني ونورتوني الحمد لله. ازيك يا حبيبتي؟ منوره انتي، الله يخليكي، ده نورك يا رب. قولي لي يا عبير، في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، هل في بنات، هسأل الاول على البنات اللي ما اتجوزتش او ما سبق لهاش الجواز قبل كده، هل في بنات بتوافق انها تبقى واهاليهم كمان توافق انها تبقى زوجه او ام بديله، يعني تبقى مرات اب؟ طبعا في بنات كتير ما سبق لهمش الجواز قبل كده بيوافقوا ان هم يكونوا زوجه تانية، وده بسبب ظروف عندهم اجتماعية بتضطرهم لكده. انتي كخطبة بيجيلك برضو البنات والولاد البنات والشباب بيقولوا لك شروطهم، بيقولوا لكم عايزين ايه ومش عايزين ايه؟ في حد بيقول لك بقى اللي هو عادي انا ما عنديش مشكلة يبقى عنده ولاد وهي تبقى لسه ما سبقلهاش الجواز؟ ممكن بيبقى عندها استعداد برضو لظروف معينة. في سيدات كتير يعني عقيمة ولا تنجب فبتحب انها تتجوز حد كده، وفي عندها اطفال مثلا فعايزه تربي مع اطفالها اطفال تانيين ما عندهاش اي مشكله. وفي انسات ما سبق لهمش الجواز برضو بيقبلوا ان هم يتجوزوا مطلقين ومعاهم اولاد. يعني على حسب، كل واحد على حسب. طب لما بيجي لك راجل وعنده اولاد وبيقول لك انا عايزه اتجوز، ايه الشروط الشائعه او اكتر الشروط اللي ممكن تتكرر بين راجل لراجل بنفس الكيس دي بيقولوها لك؟ ايه الحاجات اللي مشتركه ما بينهم، ما بين والله الرجاله اللي كلهم بتبقى عايزه بيسعوا تتجوز عشان ولادها؟ للتكافؤ بس. يعني كلهم مشتركين في نقطه التكافؤ، وانها تكون اصغر سنا، وانها تكون على قدر من التعليم متكافئ معاه. الظروف والوضع الاجتماعي برضو مهم جدا بالنسبه له، قابليتها للسفر، عايزه تسافر مش عايزه تسافر، محجبه غير محجبه، هو عايزها محجبه، هو عايزها تنتقب بعد الجواز، لا عايزها بيطلب تشتغل بعد بيطلب الجواز حاجه او ما معينه. تشتغلش عبير بعد الجواز. يا عبير، بيطلب حاجه معينه في الست لولاده، يعني تبقى لولاده؟ لولاده اصلا طبعا محجبه لازم او كده، تكون دي حاجات ليه هو. تتقبله قبل ما تتقبل الولاد قبل ما تتقبله هو شخصيا. ده نقطه الولاد دي مهمه جدا يعني. طبعا ما هي هتكون ام تانيه ليهم فلازم يبقى لها شروط ومواصفات معينه، اولها الطيبه والحنيه طبعا. امال ايه؟ طيب النسبه الاكبر ايه، بنات لما بيجي لها عريس عنده اولاد بتوافق عليه ولا بترفض؟ يعني مين النسبه الاكبر؟ اكيد في اللي بيرفض وفي اللي بيوافق، بس مين النسبه الاكبر؟ لا الشباب هو اللي بيرفض اكتر، لاني بعرض عليه اكتر من عروسه فهو بيرفض اكتر من لا لا عروسه. انا بتكلم على البنت نفسها، لما تروحي بقى تعرضي على بنت او ست، حتى المطلقات ممكن تكون معاها عيال عادي جدا، بس تروحي تعرضي عليها عريس معاها اولاد تقول لك لا؟ ده بيحصل؟ بيحصل طبعا. امال ايه؟ بس على فكره انا ما بعرضش وخلاص، انا لازم اكون واخده موافقتها الاول على المطلق بالاولاد. قالت لي موافقه ان انا اتجوز حد مطلق بالاولاد، بنعرض عليها المطلق بالاولاد. انما هي لو مبداها ثابت من الاول اولاد، لا مع المطلق يكون مثلا
من بدون اولاد وتوافق خلاص. انا لازم التزم بشروطها هي اللي بتقولها لي. شكرا يا عبير. طبعا واخده بالي. شكرا جدا يا عبير، شكرا ليكي جدا.